وسوريا رحنا لنساء مسلسل وحدهم اللي بيعيشوا أصعب أيامهم في مواجهة الحياة بعد فقدان أزواجهم، وده مع المخرج الكبير نجدة أنزور. الحقيقة أن أبطال العمل مش بس بيواجهوا مشاكل من خلال قصة العمل، لكن كمان بيواجهوا صعوبات بسبب العقارب اللي بتهاجمهم داخل لوكيشن التصوير. كاميرا عربود اخترقت بشكل حصري كواليس المسلسل السوري وحدهم للمخرج الكبير نجدة أنزور. المسلسل بينتمي إلى الواقعية السحرية وبتدور أحداثه حول عدد من النساء بقرية وبيلاقوا نفسهم لوحدهم في مواجهة صعوبات الحياة، وهو من تأليف الكاتبة ديانا كمال الدين. بدي أحكي عن الواقع بدون ما أحكي عن الواقع، وبدي أنا لامس كل شيء عم نمر فيه كمجتمع وكأزمة سورية وكمجتمع عربي بشكل عام، وهذا التنازع الأزلي ما بين الذكر والأنثى. بجانب كونها مؤلفة العمل، هي كمان بتعمل كمخرج منفذ للمسلسل، فيا ترى ايه السبب؟ كان في كتير خطر انه انا اترك الملابس تروح باتجاه واترك الديكور يروح باتجاه والمكياج يروح بمجال، لانه لما بتجي تركبيهم على بعضهم مش رح تزبط الصورة، فكان لابد من يكون في نقطة يعني مركز كامل عم تنطلق منه كل هاي العمليات اللي هو كان انا، لانه انا بعرف شو هي الشخصيات بالكامل. واحدهم بطولة جماعية لعدد من الفنانات أبرزهم الفنانة السورية نادين خوري واللي بتجسد شخصية أم عادل. هي مجموعة نساء بقلب شخصية أم عادل، بمعنى التناقضات اللي هي أنه منشوفها قاسية، منشوفها مرينة، منشوفها حنونة، منشوفها جلادة لأولادها، منشوف مواقفها، بس هذا كله ناتج عن أنها امرأة صاحبة موقف عندها ثوابت. تجولنا بالقارية مع الفنانة نادين خوري بملابس الشخصية وكلمتنا عن حبها للتلقائية. مشاهد المتلقي بيحب يشوف حاله بالمكان مع الممثل مع الموقع، وهذا الطبيعية بتخلي المتلقي يستقبل هذا الشيء بكل رحابة تصدر، صدقني. رغم ان واحد مسلسل نسائي، الا ان الفنان سليم صبري بيشارك فيه بشخصية امام مسجد القرية. دوري انا من الرجال الذين لا يهاجرون ويبقون في القرية مع خصيص الكنيسة، ونبقى ضمنها المحيط النسائي ومنحاول ندخل معهم ونحاول نحل مشاكلهم. المسلسل بيتم تصويره في ريف السويداء في قرية قديمة كانت مهدومة، وتم إعادة بنائها عشان تكون الديكور الرسمي للمسلسل. واجهتهم الكتير من الصعوبات في المناطق الجبلية. ممكن تكون حشرات، ممكن تكون عقارب، ممكن تكون هاي. يعني في ثلاثة مثلاً أكلوا لدغة عقرب مثلاً، يعني هاي بعض الشغلات الكوميدية اللي بتصير بالتصوير. عم نمر بظروف كتير صعبة، اللوكيشن قاسي جداً جداً جداً. ثقتنا الكبيرة بمخرجنا الأستاذ نجدة أنزور خلتنا نتحمل كتير من الصعاب. أما الفنان جهاد الزغبي فبيجسد دور أسيس، وشايف إن دوره أهمية كبيرة. قلبه على هاي الضيعة، قلبه على هدول الناس، ما في فرق ما بين إذا كان فعلا مسيحي أو مسلم، المهم هاي ضيعته، هاي بلده. خوري بلحظة من اللحظات بيعيش هو وشيخ الجامع ببيت واحد، بيت الخوري، وبلحظة من اللحظات بعد وفاة الشيخ بيطلع الخوري بيرفع الأذان، أذان الفجر. الفنانة سوسة مخائيل إحدى نساء القرية، وأعجبت باللبس القروي بشدة. طبيعة إنه هو قروي المسلسل، إجباري بدنا نلبس شيء ناسب البيئة اللي احنا عم نصور فيها. البيئة كتير قاسية وكتير كتير صعبة، بس الحمد لله تعايشنا معها، صلنا شهرين ونص يعني ولسه عم نكمل على الثالث، صرنا أولاد البيئة نفسها. واحد يتوقع لي نجاح كبير، وهو محاولة لإعادة الدراما السورية لمكانتها المعتادة.